بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. زغزل حتى إن شاء الله كم صعب انتهي بالكابشي عن سوفن زمدنا نحدار كن مسرتي كألي طبعا تي زبالة كل جيزي كمرس غلو اتي حدار كبهال كله فيتشر نايدك خا اتي امنت لك خا خاصة تخكل زخونة أمنت كابتن يا رب سبحانه وتعالى اتنرو سعى سلم زم حلال فلنا صحابة زم حلال فلنا أهل سنة والجماعة أن أمنو أمنت إذا نسمعو زلنا سمرتن مهارو زلنا إذا يدك خاق تورسو من تدعاد ليخا كل جيزات عيت سبيت يخمر زلك بأمنتا تصففت زخونات أمنتا تصريت زخونات تخكل زخونة أمنت زلنوا أب رب سبحانه وتعالى يكون أب صحابة يكون كم زع مسألة سبيت اختمرت تزعابي تديني ها النبي صلى الله عليه وسلم زبلوا تدين أتقال علي تشوفوا تدين تريدين خونك خون كله إزي تي اختمرت تقبعك مرعى تمرعوها مع ردي ترى شيعة أخوينا شيعة كمي زي فيديو زي سرحنا تتكفيرنا شيعة شيعة بملؤهم استفعل عليهم سلزي كاب آتهم كاب تيوم تيوال من ستيتي قرآن أمنني إذا قرآن زي تحريفي ملو أيكونا تبل انت الأقوين تيوال من ستيتي هذا لا يجوز يعني تيوال كفير الله ونعوذ بالله هاي فكرني نزي أختمر عب وذلك من رأس عسل أن ستنا عيشة تتصرف انت الأقوين سيدنا أبو بكر تتصرف انت الأقوين سيدنا عمر تتصرف انت دعوينا هذا لا يجوز النكاح والعقد تكبر مسعى قن كابزي زوحدة أهل السنة والجماعة قربت انت دعوينا تمرعيسي إن شاء الله توبة نيتبل أخلت اللو بوسيبليت اللو إلكا انت دع تسفات قبر الله كونكا كابزي شركيات كفرن ملو بملو مثلا قلة قلة شجرات زتحته كاب كفر زتحته يعني بدعة عام عند جمو قولي اعتقاد زي كونسي بدعة قولي زلوا وانت الأخوينا تمرعيسي توبة تبليا تمرعيسي استخاخ لأي تبل انت خونكا أو لا ترك كاب زين كتوتس كاب شيعة رحقن أبتي أهل السنة والجماعة دلو نعاقات مثل دك خاتم حنقول ماتيوم بتصبغ تربي الكا بتصبغ تعبي الكا سبيت ممرات زي لك كام جمر ينتعي اتي ترت على زي بقولي اتي أشي عاقني عب كفر زلوا امنت انت دع امنت على الله خينو كم ندين تتصرف صحابة تتصرف ستنا عائشة تتصرف قرآن ناتكم ملو أيكون انتبل سيدنا علي رسولي قبؤهم إز تبل شيعة إزي كمرعوة لا يجوز لأنها إيش كابس المناز واتساتي هزيها سبزيها كفر اللواء إزي كمرعوة يفك الدنيا حتى صوفية إتيام صوفية خان كم تدعى إتوالي كبار حراقي إتوالي حاجاناتي زمال قليو إتي قبر زلو كلو جزي حتو تلن نعو يزحتو إذا عينت إمنت دلوا صوفي صوفي دحرقينا إذا عينت اعتقاد زلوا أنت الأخوينا تي زبيحة غير الله أنت تحرد أنت الأخوينا اعتقاد زخوني شكر أنت الأخوينا إذا أخت من عواي فكدني لأنه إذا الشرك الله ونعوذ بالله مشركات مرحقا خما يركا أخا دك خات عيات كتعبي تخيل أصلا إذا اتفاق كت من عواي فكدني أما مثلا بدعة عمل انت على الواخينو مثلا زيت عززت عبارة تقبر كمز خمز الزرعي تأكبك ياسين مقراء أذكار زيت بهالك عويلك بجميعي مقبار قلة قلة إذا تقبر انت الواخينا إن شاء الله تمر عوا تخيلي خاقن أولا ترك نزين كمزين عينت قريفك
እቲ ኣሱና ትኽተልጓል ክትምርዓዋ ትዝበለፀ እዩ ኣማ እንሻላ ተመርዐ ግን ኣነ እንሻላ ክምህራየ ቶባ ክትብል እያ ካብዚ ጉዳይ ዘላቶ ስለዚ እቲ ቃዒዳ እንታይ እዩ እቲ ፎርሙላ ክንሪኦ ዘለና ወላ ሺዓትኹን ወላ ሱፊትኹን ተደኣ እቲ እምነታ ኣብ ኩፍሪ ዘብፅሕ ኣብ ሽርክ ዘብፅሕ ኣብ ቁርኣንን ሱናን እቲ ተግባር ይኹን ቃል ይኹን እንተ ደኣ ዘውፅእ ኮይኑ ነዚአን ክንምርዓወን ኣይፍቀደናን እዩ እንተ ደኣ ካብኡ ዝተሓተ ግን ከምዚ ኣብ ዒባዳ ቢድዓ ዝገብራ እንተ ደኣ ኮይነን እንሻ ላ ተርክሁ ኣውላ ካብዚአን ወፂና ነቲአን ሱና ዘለዋ እምነት ትኽክል ዘለዎን ኣሕዋትና ክንምርዓው ዝበለፀን ዝምከርን እዩ እንተዘይ ኮይኑ ግን ነቲኣ ዝተሓተ ቢድዓ ዘለዋ ንዓኣ ክትምርዓው ይፍቀድ እዩ ግን እንሻ ላ ብንያ ተመርዐ እንታይ ክገብራ ተውባ ከብላ ከዛሊክ እንታይ ምህ ክምህራ ካብቲ ዘላቶ ከብላ ኣነ ክላገሳ ኢልካ በዚ ንያ እዚ ክትምርዓዋ እንሻ ላ ስለዚ እንሻ ላ እቲኣ መፃምድትኻ ደቅኻ ኣደ ስለ ዝኾነት መፃኢትካ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ክንጥንቀቕ ይግባአና والله تعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته